حصيلة دابت هي المطلوب لدخول اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى حيز التنفيذ سنة 2012. تفضل السيد النائب. شكرا سيد الرئيس. السادة الوزراء، سؤالنا يتعلق بالترتيبات الضرورية لتأهيل اقتصادنا لدخول اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز تطبيق سنة 2012، فما هي هذه التدابير؟ شكرا. نجاوب السيد الوزير، تفضل. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد النائب المحترم، السادة والسيدات الوزراء. أود أن أذكر أن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي دخلت حيز التنفيذ سنة 2000 ماشي سنة 2012، وأن دخولها حيز التنفيذ كان عنده جوج ديال الانطلاقات. الانطلاقة الأولى هو بالنسبة للواردات ديال الاتحاد الأوروبي تجاه السوق المغربية، كان هناك تفكيك جمركي على مدة 12 سنة، وحنا في 2012 تبقى لنا الجزء الأخير يعني العشور اللي غادي يكون إلى خدينا أقصى تعريفة جمركية اليوم عندنا هي 35%. في 2000 اليوم الاتحاد الأوروبي في بلاصة 35%، الواردات اللي كتجي من دوك كتخلص 7%، في مارس 2011 غتولي كتخلص 3.5%، وفي 2012 ما تبقى تخلص والو. فلهذا التفكيك الجمركي راه بدا من 2002 وجلو داز، يعني أكبر حصة دازت منه، بقات فيه واحد الحصة قليلة وقليلة جدا. بالنسبة للصادرات ديالنا استفدت من هذا التفكيك منذ البداية، وحنا كنصدروا بدون ما نأديوا أي واجب جمركي تجاه الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمواد المصنعة. هذا التفكيك جعل أن خص الإنسان يقرأ كذلك الإحصائيات، رغم هذا التفكيك ورغم أن كاين يعني استفادة أحسن للواردات الأوروبية، فالواردات من الاتحاد الأوروبي نقصات مقارنة مع الواردات من آسيا أو من إفريقيا، لأن كانت كتمثل أكثر من 70%، اليوم ما كتمثل حوالي 56%. أش دارت الحكومة منذ 2000؟ أش دار المغرب منذ 2000؟ منذ 2000 وبرامج يعني مهمة لتأهيل الاقتصاد الوطني، لا من ناحية القانونية ولا من ناحية ديال البنية التحتية ولا من ناحية ديال المقاولات، وكذلك وبالأخص القطاعات، السياسات القطاعية اللي قامت بها الحكومة واللي اليوم جعلت أن يعني الانفتاح على الاتحاد الأوروبي أصبح فرصة وليس بتهديد على الاقتصاد الوطني. وحنا كنخدموا في هذا الاتجاه، كنخدموا باش نستعملوا الاتفاقية كفرصة لتنمية الاقتصاد الوطني ولا كتهديد على الاقتصاد الوطني. وشكرا. شكرا. تفضل سيد النائب تعقيب. ولن سيد الوزير لا داعي إلى تذكيرنا، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. احنا ما نطلبه هو أولا أن هذا السؤال في الحقيقة موجه لوزير الخارجية، لأن اتفاقية الشراكة هي منظومة والاقتصاد هو مكون من بين المكونات، كان ما يتعلق بالتطور الديمقراطي وحالة حقوق الإنسان إلى غير ذلك، فهذه أمور ليست مختزلة ولا مختصرة في الجانب الاقتصادي فقط. سيد الوزير، أوروبا خيرنا عليها كثير، يعني بناء الثروة ديالها على استعمارنا واستعمار الدول الأخرى، ساهمنا في تحريرها من النازية والفاشية إلى غير ذلك، والآن احنا في إطار الوضع المتقدم واستكمال تنفيذ هذه اتفاقية الشراكة، مطروحات أولويات، وإلا شفنا الحيثيات التصريح بالوضع المتقدم للمغرب كنلقاو فيه أنه مجموعة من الاعتبارات مازال مطلوب من المغرب أنه ينفذها، وهذا فاش كنا بغيناكم أنكم تجاوبونا عليها، ماشي فقط الاقتصاد وماشي فقط التجارة الخارجية، بل كاين جوانب أخرى. وهنا كنلاحظوا على أنه أوروبا كتركز على المصالح الاقتصادية والجانب الأمني، ولكن كتنسى الجانب ديال الهجرة، الجانب الإنساني، وما يعانيه المواطنون في القنصليات طلب الفيزا إلى غير ذلك، هو من
أفضع الأمور يمس بكرامة الإنسان. فكان مطلوب من الحكومة أن هذا يعني تجعل هذا التطور التبادل التجاري والاقتصادي أساس لفرض مواقف سياسية تجاه قضيتنا الوطنية، لفرض معاملة إنسانية وحقوقية تجاه مواطنينا عندما يطلبون الفيزا إلى غير ذلك. هذا هو المطلوب سيد وزير، ماشي فقط التعريفة الجمركية، لأنه الإشكالية لا تختصر المسائل المادية المحضة، كاين جوانب كثيرة. ولاحظنا بأسف كبير كيفاش أنه الاتحاد الأوروبي كيتعاطف مع إسبانيا بواحد الشكل تلقائي، بواحد الشكل عاطفي أكثر ما هو عقلاني، وحنا مازال تنشوفوا أنه التعريفة الجمركية مازال هذا مازال هذا. فسيد وزير والحكومة بصورة عامة مطلوب منا أنها تستعمل الامتيازات الاقتصادية اللي كنعطيونا هذا القارة من أجل بلورة موقف سياسي داعم لقضية وحدتنا الترابية وخاصة في البرلمان الأوروبي، وهذا هو المطلوب. كذلك مطلوب منا أيضا يعني إنجاز الإصلاحات اللي هي مطلوبة كتأهيل قطاع العدل، لأنه من بين العناصر الأساسية في الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبية. شكرا، هذا هو المطلوب. شكرا. تفضل سيدي الوزير، مازال عندكم بعد. بعجلة، أنا أجبت عن السؤال كيفما تم يعني وضعه حول اتفاقية التبادل الحر. فالمعطيات الأخرى عند ترتيباتها اللي مهم التذكير به هو أن نحن في إطار وضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي، وهذا الوضع المتقدم عنده معطيات مختلفة، منها الاقتصادي ومنها القانوني ومنها البنية التحتية إلى غير ذلك. شكرا سيد الوزير.